منجدد التحيات لكم أصدقائي المشاهدين، ومكملين نحن وياكم بهذه الفقرة من البث المباشر عبر تلفزيون لبنان لتغطية كل ما يحدث من مستجدات سياسية وميدانية. وبسرني بهذه الفقرة أني أستضيف الصحافي والمحلل السياسي الأستاذ ميشيل نوفل. أهلا وسهلا فيك أستاذ ميشيل بتلفزيون لبنان. السؤال أول سؤال عم بسأله لكل الضيوف اليوم وامبارح ايضا، وهو السؤال يلي كل لبناني اليوم عم بيردده، ان كان بالتظاهر ان كان ببيته ان كان بشغله: لبنان برايك الى اين يتجه؟ انا بتصور انه بالدرجه الاولى يعني النقطه الاساسيه يلي لازم نتوقف عندها انه اللبنانيين اليوم عم بيخوضوا تجربه كتير مهمه وبيترتب عليها نتائج كتير مهمة بالنسبة لمستقبل البلد. يعني أول إنجاز حققته هيدي الحركة الشعبية هي أنها طلعت الناس من طوائفهم، يعني كسرت القيود الطائفية وخلقت لغة جديدة، وخلقت حركة تضامن جديدة بين مختلف المناطق. هلأ لما نتوقف عند هيدي النقطة الأساسية لازم نكون شوي متواضعين. يعني كتير من الناس عم بينظروا وبيحاولوا يفوتوا بسيناريوهات وبتكهنات بالنسبة للمستقبل. أنا بتصور أنه إذا بنسمع الناس وبناخد روحية هيدا الشيء اللي عم نشاهده بالشوارع بكل المدن، الناس الحد الأدنى يلي عندها هو استقالة الحكومة وتشكيل فريق حكومي جديد وتمهيد الطريق لانتخابات برلمانية مبكرة. بتصور هذا الحد الأدنى يلي ممكن نتوقعه حاليا بناء على نبض الشارع. وأنا من الناس يلي بتصوروا أنه لازم نكون ضروري نكون عنا تواضع، نستمع للناس ونحاول نفهم شو بدهم وشو عم بيعملوا وليش عم بيعملوا هيك. هذا ما لم يحدث حتى الساعة برأيك؟ لم يستمعوا إلى رأي الناس، لم يستمعوا إلى أوجاع الناس؟ هذا صحيح، لأنه يبدو أنه أهل السلطة في عندهم شيء كتير يخسروه. الناس ما بقى عندها شيء تخسره، خسرت كل شيء بهذا البلد بعد 15 سنة من التجارب ومن الرهانات الفاشلة. ويبدو أنه من خلال هذه التجربة راكمت الناس، راكمت معرفة وبنت على هذه المعرفة وعي جديد. نحن أمام وعي جديد بالمجتمع اللبناني، وهذا الوعي فينا نشوفه ونلمسه من خلال الطاقة يلي عم تعبر عنها الناس. طبعا هذا بيقودنا لنقطتين مهمة، انه المبادرة هي عند السلطة. يعني السلطة لازم تبادر وتستجيب للشيء يلي الناس عم ترفض تسميه مطالب، وهذا كمان نقطة كتير مهمة. الناس عم بتقول هاي حقوق لإلنا، حقوق لإلنا ما لازم نسترجعها، لازم نرجعها، سواء حقوق اجتماعية أو حقوق اقتصادية. فبالحد الأدنى مطلوب تغيير الحكومة بالحد الأدنى. يعني يعني برأيك اليوم ما يحكى عن ترقيع إذا فينا نقول، أو استبدال وزراء بوزراء، أو إزالة وزراء، وضع وزراء جدد، تعيين وزراء مكان الوزراء الأربعة المستقلين، هي كلها لم تعد تنفع، والشارع إذا فينا نقول سبق اليوم؟ يعني بتصور أنه وعي الناس يلي ممكن حتى اعتباره وعي تاريخي استراتيجي من ضمن هاي اللغة يلي هلأ سائدة، هلأ وعي الناس وصل يعني لمحل أنه ما حيقبل بالترقيع. بدوا ناس كفؤين ونضاف وعندهم قدرة على الإنجاز، قدرة على إنجاز وتحقيق الـ يعني الحد الأدنى من مطالب الناس. الناس لما بتتسمع عليها
ويمكن هذا عم يحصل لأول مرة بتاريخ لبنان وتاريخ المنطقة. صحيح. لأنه نحن جزء من نظام إقليمي عربي. يعني نحن مش لحالنا، هاي الجزائر مستمرة الحركة الاحتجاجية فيها، السودان شفنا قبل، تونس بعدها كمان يعني مش من زمان شفنا يعني مرحلة جديدة بالتطور هاي الحركة بتونس عبر المجيء برئيس جديد. يعني الناس وصلت لمرحلة ان اختزنت تجارب واختزنت معرفة بشكل انه الوعي اللي عندها ما عاد يقبل الا ب يعني فيهم يميزوا، يعني فيهم يميزوا بكل سهولة، ونحن عم نسمعهم. يعني بدوا الناس نضاف، بدوا الناس كفؤين، بدوا الناس قادرين خارج التركيبة يلي هي فاسدة. طيب اليوم كيف تقرأ الاتهامات التي وجهت إلى هذه الثورة بأن هناك سفارات تدير وتحرك وتركب موجة هذه الثورة لتنفيذ أجندات أجنبية يمكن؟ يعني أول شغلة أنا بسجلها أنه هاي النوع من الاتهامات ما أثرت أبداً بالاتجاه الرئيسي للحركة الشعبية. الناس لما بتسألهم بيضحكوا أمام هاي الاتهامات لأنهم هن غير معنيين فيها. يمكن في أحزاب عندها ارتباطات خارجية بالبلد، وهذه الأحزاب تنتمي إلى النظام الطائفي، يعني إلى قواعد اللعبة بالنظام الطائفي، ومعروف من هي هذه الأحزاب، وعندها يعني هي تعتبر عندها تحالفات خارجية. و قصدك على حزب الله؟ لا لا، ما أنا ما بدي ما بدي سمي. ما بدي سمي الأحزاب اللي يعني عندها شركاء بهاي الحكومة، معروف أنه هني عندهم ارتباطات وبدافعوا عن خطوط سواء العلاقة بأطراف عربية أو بأطراف إقليمية أو حتى بأطراف دولية. فهولي هيدي الأحزاب عندها تمويل خارجي وما عندها، والبعض منها يعترف، البعض منها بيخبي ما بيحاول يذكر، البعض الثاني بيقول انه نحن الدولة القطب الفلاني الإقليمي بيساعدنا. فهذا لا ينطبق على حركة الناس. حركة هول الناس يعني بالشوارع، في بعض أهل الخير بيدعموهم، بيبعتولهم أكل، بيبعتولهم هيدا شيء، والشيء اللي عم تعمله السفارات أو القوى الأجنبية على مستوى الكتل السياسية الأساسية بالبلد. يعني متى هلأ يقال أنه في نوع من تقاطع إقليمي، نعم، داخل في كذا قطب إقليمي، هن يشكلوا نوع من حائط، من جدار أمام استقالة، أمام رغبة الرئيس الحريري بالاستقالة، أنه هن هذا التقاطع عم بيقوله بطريقة أو أخرى أنه لا، ما لازم تستقيل. نعم. هذا التقاطع في قوى عربية وفي قوى إقليمية وفي قوى غربية. خلينا نروح شوي إلى المواقف السياسية والميدانية. بالمواقف السياسية وبموقف لافت هلأ من بكركي، يانكوفيتش وهو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة كمان عم بيدعم نبكركي انه يكون كلام البطريرك الراعي بمثابة توجيه للسلطة كي تصغي الى الناس وتتجاوب مع صرختهم. ميدانيا شباب عبروا الى ما بعد الاسلاك الشائكة بساحة رياض الصلح ووصلوا الى الطريق المؤدي الى السراي الحكومة قبل أن يعودوا أدراجهم، والقوى الأمنية استقدمت تعزيزات إضافية إلى محيط السراي وتحديدا لجهة شارع المصارف بوسط بيروت. يعني ما بعرف إلى ماذا تدل هذه الأجواء. كمان هلأ في بعض وسائل الإعلام ونقلا عن أجواء بيت الوسط عم بتقول الأزمة قد تطول ولا استقالة. صحيح صحيح، أنا بتصور أنه نحن مقبلين على حركة طويلة الأمد، لأنه هذا اللي عم بيصير كتير عميق،
وله بترتب عليه نتائج كثير مهمة محليا وعربيا. نحن أمام نهر جارف وبياخد بطريقه بيجرف بطريقه كثير شغلات، له اتجاه رئيسي وله على أطرافه في أصوات تانية، في أصوات بس هذا النهر لابد أنه بده يوصل للبحر، ولحتى يوصل للبحر بطريقة سلمية وطريقة إيجابية يفترض أنه بأهل السلطة بالنهاية يسمعوا هذا، يسمعوا صرخة الناس ويستجيبوا لها ويتصرفوا على أساس هاي المطالب المطروحة، إذا ما بدهم ياخدوا البلد للهاوية أو للفوضى. يعني الفوضى هي اتهام موجه لبعض الناس بتحذر من، أو بعض القوى السياسية بتحذر من الفوضى، أنه هاي الحركة الشعبية ممكن تاخدنا على الفوضى. مش صحيح، مش صحيح، أو على الفراغ. نعم. الفراغ لما بيكون في سلطة عاجزة ما قادرة يعني ما قادرة تحقق شيء يلبي رغبات الناس، هذا الفراغ. الفوضى شو الفوضى؟ مين اللي بده يوصل البلد بالفوضى؟ يمكن هيدا الحركة أنقذتنا من أزمة مالية ضخمة، يعني تأخير بفتح البنوك يمكن هذا يلي تسببت فيه، أو يمكن أحد أسبابه هي هذه الحركة، هذا يمكن شيء إيجابي. منه يعني عدم فتح البنوك اليوم والمصارف هو شيء إيجابي، بتعتقد أنه إذا فتحت المصارف في هذه الأجواء سيقفز الدولار بأشواط؟ هيك الخبراء كانوا بتوقعوا، هيك الخبراء الاقتصاديين كانوا بتوقعوا. يعني بتصور هذه الحركة الشعبية هي منقذ من الانهيار، يعني هي اللي عم بتحاول تحد عملية الانهيار، يلي كل المسؤولين أو قسم كبير منهم كان بيحكي عنه هذا الانهيار، بس ما بيعملوا شيء لحتى يمنعوه. في شيء لازم، يعني في سياسات كانت عم بتوصل لهذا الانهيار. هي الحركة الشعبية منبه، يعني بتحط خط فاصل لمنع هذا الانهيار. طيب بما انه عم نحكي عن الواقع الاقتصادي، الورقة الاقتصادية التي وضعها الرئيس الحريري قديش برأيك هي قابلة للتطبيق، وتحديدا للتطبيق السريع؟ يعني الناس ما بقى تحتمل القعدة بالشارع كمان. صحيح. ولا البلد رح يحتمل القعدة بالشارع، ولكن لماذا لم تقتنع الناس بهذه الورقة برأيك؟ فيها يعني لقد سجل على هذه الورقة انه فيها نقاط إيجابية، فيها تدابير تتخذ لأول مرة يمكن، بس بنفس الوقت المشكلة أمام هاي الورقة والناس، يعني علاقة الحركة الشعبية بهاي الورقة، إنه الحركة الشعبية منا واثقة إنه الفريق الحكومي الحالي قادر ينفذ هاي الورقة. نعم. بسبب الحرب الباردة يلي دائرة بين صفوف هذا الفريق الحكومي، يعني الناس بتعرف انه في حرب داخل هذا الفريق، وهيدي الحرب هي اللي كانت عم بتعطل السياسة الحكومية. يعني هذا منه سر، يعني منه سر لحدا. فبتصور المشكلة بهاي الورقة هي ثقة الناس، انه الناس ما عندها ثقة انه هذه الورقة يعني ممكن تدخل حيز الفعل الحقيقي. ولازم نحترم رأي الناس، يعني أو رأي هيدي، باعتبار أنه الناس هني بيمثلوا حاليا السلطة الشرعية. يعني هني، يعني عنا صار نموذجين من السلطة، عنا هاي السلطة القانونية أو الشرعية القانونية، وعنا الشرعية الشعبية. نعم. الصورة اللي عم نشوفها هلا هي مباشرة من ساحة رياض الصلح، عدد قليل فينا نقول من الشبان أمام الخيم يلي نصبوها،
وأمام السراي الحكومي. بتتوقع اليوم تزداد أعداد المعتصمين بالرغم من الأحوال الجوية السيئة كمان؟ يعني فينا نرجع نشوف مشهد مبارح اليوم أو الأيام الماضية، فينا نرجع نشوف هذا المشهد اليوم، أو بتلاقي أنه في صعوبة اليوم نرجع أو الناس بلشت تمل أو تفقد الأمل؟ أو يعني إذا واحد بيلقط النبض تبع الناس مثل ما هن عم يعبروا عنه، بشوف أنه في إصرار على الاستمرار، في زخم، وأنا برأيي هذا زخم بده يستمر. ممكن يعرف بعض التراجع ببعض الأمكنة، بس الخط العام تبعه هو أنه مستمر. هلأ الشيء اللي عم نشوفه، أنا اللي بيستوقفني أنه بكتير محلات في طرق بالتعبير للناس ما كنا منعرفها قبل بلبنان. في فرح عند الناس، في بهجة، في فرح لأنه ينتظرون شيء ما. يعني بالثورات الناس عطول تأمل بالخير، بيعملوا الثورات بسبب بهدف التغيير الإيجابي، مش لأنه عندهم توقعات. عندهم فرح لأنهم هن عم بيتصرفوا على أساس أنه كلامهم كان مصادر قبل. يعني نحن إذا منراقب كل واحد من هول الناس عنده خبرية، عنده قصة يحكيها، وبالتالي طيب ليش، منين إجا هذا الانفجار؟ لأنه هني كأنه كان مكتوم صوتهم قبل، يعني مثل كأنه هيدي المحاصصة الطائفية والمحاصصة حتى بوسائل التعبير ما كانت عم بتوصلهم صوتهم، فهلأ لما انتقلت إلى الشارع صاروا عم يقدروا يعبروا، وعبروا برياحة وبفرح لألهم. بكل الأحوال في ببعض يعني مثلا كتير بيلفت الانتباه طريقة يلي طرابلس عم تعبر عن نفسها. طرابلس يلي اتهمت انه قندهار افغانستان، انه هولي هولي هب، يعني هولي خميرة، وهولي وسط لداعش ولهذا التفكير تبع داعش. واذا عم تشك بطرابلس انه لا، انه طرابلس منا هيك، يعني طرابلس عندها فعلا تمثل الحيوية تبع هيدي الحركة، وحتى عندها يعني عم تحاول تبني جسور مع المناطق الثانية وتتفاعل مع المناطق الثانية، بما يعني انه في استرجعت سياسي، استرجعت نوع من الفعل السياسي. وانا يعني بودي نوقف عند هذا الموضوع، انه بهذا اللي عم بيصير في عودة للسياسي للناس. برأيك الرئيس الحديث اليوم خسر الشارع السني وتحديدا الشارع الطرابلسي اللي هو التقل السني اليوم في لبنان؟ برأيك الرئيس الحريري اليوم خسر الشارع السني وتحديدا الشارع الطرابلسي اللي هو كان في السنوات الماضية يجدد كل مرة العهد للرئيس الحريري في الاستحقاقات الانتخابية، خسر الرئيس الحريري اليوم في طرابلس؟ يعني بتصور كل الزعماء التقليديين بما في ذلك الرئيس الحريري، نعم، خسروا بهاي العملية. هلأ في ناس خسروا كتير، في ناس خسروا أقل إلى آخره. يعني في مين خسر أكتر شيء اليوم؟ أكتر شيء خسر بهالعملية، الخاسر الأكبر هو وزير الخارجية، لأنه في تركيز شعبي عليه، في تركيز شعبي على عدم مقبوليته، غير مقبول، يمكن لأنه أسلوبه ما ريح الناس، يمكن أسلوبه كان ما في حكمة بطريقة تصرفه، ما بعرف يعني. بس أنا إذا بدي أبني على حركة الناس، من حركة الناس في كتير تركيز عليه. والخاسر اللي بتصور الثاني بهذه ال... طب ليش ما بيكون في ناس هون عم بتوجه الناس للتركيز على جبران باسيل لأهداف رئاسية مثلا؟ نعرف اليوم هو مرشح طبيعي للانتخابات الرئاسية المقبلة، هو بتصور انه ليش ما بناخذها من هذا المنظار؟ لا، لازم نفهم شغله كثير مهمه، انه الناس ما عادت بحاجه مين يوجهها، كل واحد من هول الناس بيعرف. بس نحن بنعرف بلبنان كيف بتكون الامور، يعني وكيف بتصير. انتهى، في لبنان جديد عم بيخلق، انتهى هذا الشيء، هذا التركيبه هاي السابقه انتهت، الناس صارت تجوزتها. والمهم انه دائما لما بصير هيك، اذا بنبني على تجارب اخرى بالتاريخ،
سواء بمنطقتنا أو بمناطق تانية. الحركة الشعبية بممارستها لما الناس تستعيد السلطة بتبني وسائل جديدة، يعني بتبني أشكال جديدة من التنظيم ومن التضامن السابقة للتنظير. يعني نحن هلأ متخلفين عن هذه الحركة، هاي الحركة سابقة للتنظير. فمشان هيك بتسمع كتير ناس بيجوا بينظروا على التلفزيونات، فهني بوادي والناس بوادي تاني. فمشان هيك كنت عم بقول بالأول إنه لازم نسمع منيح. طب اليوم العهد يعني الكل يحمل مسؤولية، مطلوب فكر سياسي جديد. اليوم عم نحمل سياسي جديد، عم نحمل مسؤولية للعهد للوزير جبران باسيل، بس ما يحدث اليوم من انهيارات في لبنان ليس العهد فقط يعني من يتحمل هذه المسؤولية، هناك فساد مستشري من 92 إلى حد اليوم، يعني الكل يتحمل مسؤولية يعني منذ أيام الاحتلال السوري إلى ما بعد الاحتلال السوري في 2005، يعني استمر هذا النهج وليس فقط العهد من يتحمل اليوم مسؤولية. تمام تمام. مشان هيك يعني لازم نحكي عن أزمة نظام، هيدي أزمة نظامية، أزمة نظام مش أزمة طرف فلاني بالنظام. النظام مركب من ائتلاف، بس حركة النظام يلي تم ترقيعه على مدى تاريخ طويل من وقت الانتداب الفرنسي بعمليات الترقيع يلي كانت تحصل بكل فترة، وصلت هلأ لمرحلة ما عاد ينفع الترقيع، هذا النظام خلصت صلاحيته. يعني انت مع نظرية تغيير النظام بالوقت طبعاً. في البعض عم بيقولوا لازم نفكر كتير قبل ما نطلق هذه. ما بقى يمشي النظام الطائفي بلبنان، ما بقى يمشي وما بقى يلبي، ما بقى هو يلبي رغبات الناس، ما عادت الناس، لان الناس بتعرف انه هو مصدر للفساد، هو مصدر للعجز بالفريق الحكومي، هو مصدر للسرقة، سرقة مال الشعب. وبعدين الديناميكية الإقليمية تجاوزته، ما عاد ممكن ترقيعه وكل مرة منرقعه بطريقة جديدة، وكل مرة بيصير حرب أهلية وبنرجع بعد الحرب الأهلية. طب إلى أي نظام يجب أن نتجه اليوم في لبنان برأيك؟ طب مطلوب نظام، يعني أول شيء نظام خارج القيد الطائفي. أوكي. يعني بدنا نروح على انتخابات وخلى الناس تقرر هي نوع النظام اللي بدها اياه، بس أكيد بالأكيد نظام لا طائفي خارج القيد الطائفي. هذه الشيء الأساسي فيه. يعني نحن اليوم قادرين نطبقه بلبنان في ظل، وبكل الأحوال نحن عنا جمهورية، ما هيك؟ بعدنا ضمن نظام جمهوري. فخلي النظام الجمهوري يعني يكون مبني على القانون، دولة القانون، عدالة، محاسبة، الرقابة، وخارج لعبة الطوائف. طيب خليني أشير بس إلى أنه الرئيس الحريري ومن بعد اجتماعه مع وزير المال وبعد اجتماعه مع حاكم مصرف لبنان يلتقي الآن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في بيت الوسط. إذن اللقاءات مستمرة للرئيس الحريري، يعني هذه اللقاءات وهذه اللقاءات السريعة اليوم والمتتالية تدل إلى شيء برأيك؟ طبعا إلى تدل على أنه الحركة أو الجهد مستمر على مستوى السلطة للتفتيش عن مخارج، للتفتيش عن حلول. إنما يفترض بهذه العملية تأخذ بعين الاعتبار لمطالب الناس الأساسية، الناس عندها مطالب أساسية. إذا هيدي تفتيش عن المخارج ما بتنطلق من مطالب الناس ما حتوصل أنا برأيي لنتيجة المرجوة. بعدنا كمان عم نتابع الأخبار اللي عم توصلنا تباعا. في كمان أزمة محروقات على ما يبدو بدأت تطل برأسها، بعض محطات الوقود أقفلت ببعض المناطق الشمالية لأنه فرغ المخزون. اليوم في تخوف كمان على الطحين وعلى القمح وبكرة على الخبز، يعني
قديش اليوم الشعب اللبناني قادر يتحمل هذه الحالة من اللا استقرار، هذه الحالة الاستقرار المعيشي والاجتماعي يعني، وما بنعرف إذا ممكن يتطور إلى لا استقرار أمني؟ هل تخشى من تطور الوضع إلى لا استقرار أمني وتقوم بعض الجهات أو ما نسميه في لبنان دائما الطابور الخامس أنه يستغل ما يحدث في لبنان اليوم لكي يبدأ بإثارة بعض الأعمال والفتن والشغب؟ يعني الناس بتصور واعية بشكل كافي انه تتجنب هذا النمط من التدخلات، وطبعا في اساطير اسطورة الطابور الخامس. شو يعني الطابور الخامس؟ الناس اللي بيحكوا عن طابور يجوا يفسروا لنا شو يعني الطابور الخامس. اذا المعنى بالطابور الخامس من دسين، طيب ما دغري بس يفوتوا، ما الناس منظمة كمان وعندها لجان وعندها هذا، فيها تكشف بسهولة المدسين يعني. بعدين هاي الأحزاب المتهمة إنه هي بدها تاخذ هيدي الحركة، لا هذا ما الناس عم تكشفها، عم نشوف بكل التحركات اللي عم تصير. بس يعني المحاولات هيدي الأحزاب إنها تحرف هيدا التحرك أو هاي الحركة الشعبية، هذا شيء. ها، و قطاعات من هيدي الأحزاب، لأنه هاي الأحزاب عم تتفكك هلأ أمام هيدا الهزة، أمام هيدا الزلزال عم تتفكك، لأنه الأرض تحت منها تغيرت، فهي عم تتحكك، قطاعات منها عم تلتحق بهذا الركب. هذا ما بيمنع، ما بيعني لما بكون في قطاعات منها عم تلحق بهذا الركب هذا شيء إيجابي، منه شيء سلبي. ما معناته أنه هاي الأحزاب عم تصادر هيدي الحركة، هاي الحركة أكبر كتير من قدرة الأحزاب أنها تصدرها. نعم، كمان يعني في كتير حديث عم ينحكى اليوم أنه بالرغم من الكلام أنه ليس هناك فرض ضرائب جديدة على المواطنين وكذا، بس اليوم في حالة فلتان بالسوق، يعني المواد الغذائية حتى الدخان يعني بلشوا يحسوا أنه عم يرتفع سعره، بعض المواد والسلع الاستهلاكية اليومية للمواطنين بلشنا عم نحس أنه عم يرتفع سعره، واليوم بهذا الظرف ما حدا قادر يتنقل، ما حدا قادر يروح، المواطن لمين بده يلجأ في ظل هذا الفلتان يلي حاصل؟ في وين الرقابة تبع الحكومة في ظل ما يحدث؟ نحكي عن رقابة اليوم، وين الرقابة؟ وين تبع مسؤولية الحكومة؟ بده يراقب، بده يروح على السوبر ماركت يشوف كيف بده يوصل أصلاً. مش مسؤولية الناس، مش مسؤولية الناس، هيدي الكرة فيها بملعب الدولة والحكومة، الحكومة يفترض أنها تمنع هيك عملية، مش أنه الناس. بعدين في شغلة لازم نتذكرها وكتير مهمة، أنه القطاعات يلي حالياً تعاني من انه مثلا قصة البنزين وقصة الطحين وقصة هذا، لا عم بصير هيك. لما كانت الدولة هي اللي بتوزع البنزين، هي اللي بتشرف على توزيع المحروقات، ولما كانت هي بتشرف على توزيع الطحين ما كان يصير ازمات مثل عم تصير هذا. لما خصخص، لما النظام النيوليبرالي المتوحش اقتصاديا خصخص هاي القطاعات، بلشنا نشوف أزمات فيها. يعني هذا مؤشر إذا بدك على ما يمكن أن يكون عليه النظام اللبناني الجديد بعد هذه الثورة. يعني إيه، هذا منبه لحتى ما نفوت بخصخصة قطاعات كتير. أنت ضد الخصخصة يعني؟ كتير مهمة، في قطاعات كتير مهمة. مثل أي قطاعات يجب أن تخصخص؟ ومنتجي ما الاتصالات مثلا؟ شو؟ خصخصة قطاع الاتصال، أي قطاعات لازم نروح لنخصخص؟ يعني الدولة شو هي القطاعات برأيك لازم تخصخصها؟ في تجربة حول الخصخصة سواء عنا أو سواء بالعالم، أنه هيدي عملية إفقار، أنه هاي بتساهم بإفقار البلاد، وبتكون أنت عم تترك قطاعات هي جزء من الثروة الوطنية يلي مفروض أنه الدولة تديرها. يعني الخصخصة، كل تجربة الخصخصة بالعالم قليل هي المحلات يلي في قطاعات من الخصخصة كانت مجدية. تجربة الخصخصة منا كتير منا ناجحة برأيك. نعم. بالنسبة إلى المواقف السياسية اللي أطلقت فيما خص هذه الثورة، كيف تقرأ الصمت لحد اليوم لرئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري؟ يعني هو كان عم بيقول انه من خلال البيانات يلي صدرت عن
عن الاجتماعات يلي ضمته إلى التكتل، يعني تكتله البرلماني، أنه هو توقع، أنه هو كان بتوقع أنه هو فالسؤال أنه إذا كان هو يتوقع ليش ما يعني ليش ما دخل بعملية منع أو محاولة الدفع باتجاه سياسات تمنع هذا الشلل يلي حاصل، العجز والشلل والفساد والآخرية. هلا بشكل عام أنا بتصور إنه السلطة، أرباب السلطة ما عندهم خطاب، ما عندهم خطاب موازي لهذه الحركة، يعني ما عم بيعرفوا كيف يتعاملوا معها، ما عم بيعرفوا شو بدهم يقولوا لها، ما عم بيحاولوا يفهموا إنه نحن صرنا بمنزلة بين منزلتين، وهذا صعب كتير يعني بالتطورات يلي بتحصل داخل المجتمعات. هذا صعب لما بتنتقل انت من زمن لزمن تاني، بيكون بيناتهم مرحلة انتقالية، بتتغير المقاييس، بتضيع المقاييس، الافكار بتتغير، فبدك تفكر عن لغة جديدة، وبدك تفتش عن لغة جديدة، وهذا حاليا السلطة منا ملاقية هاللغة الجديدة. نعم. من بعد ما حكينا عن موقف الرئيس بري، برأيك اليوم توافق من يقول أنه الرئيس الحريري غير مقتنع بما يقوم به، يعني هو يمكن حابب يكون بغير موقف يعمل أي خطوة أخرى، إنما هناك ما يمنعه من القيام يمكن بالاستقالة؟ ما يمكن أن في تسريبات، في تسريبات، يعني لما طلع حكى لما قدم الورقة الإصلاحية واضح انه هو توجه للناس، توجه لهالحركة وشجعها، يعني وكأنه عم بيقول لهم ساعدوني بهيدي الحرب الباردة يلي هي دائما انا بخوضها مع داخل السلطة مع شركائي الآخرين. رئيس الجمهورية عمل نفس الشيء، وهذا بيدل على ارتباك شديد داخل فريق السلطة أو فرقاء السلطة. أنا بتصور النقطة المهمة بالنسبة للرئيس الحريري أنه في حاليا نوع من تقاطع خارجي بين عدة أطراف بيقول له للرئيس الحريري أوعك تستقيل، حذار من استقالة، وبتصور أنه هو مضطر ياخذ هذا التحذير بعين الاعتبار، الا اذا وصل هو الى اقتناعات نحن ما بنعرفها. يعني ليش هذا التقاطع اليوم اللي ما بده انه الرئيس وصل لموقف شجاع يقول انه لا، انا بدي اتجاوز هاي العمليه وبدي استجيب ل مطالب الناس. بس لماذا هذا التقاطع، ومن يريد انه من الرئيس الحريري الا يستقيل، ما هي المخاوف برايك من هذه الاستقاله؟ لانه تركيبه السلطه عندنا بلبنان يعني هيدي السله فينا نشبهها لسله كبيره فيها عده اطراف بقلبها، اطراف متخاصمه متالفه متناقضه، هي تركيبه تشبه إلى حد كبير التركيبة ببغداد، تركيبة لم تركب منذ 43 هاي التركيبة، وهاي التركيبة إلى امتدادات إقليمية ودولية وفي ظل الصراعات الإقليمية من الطبيعي يعني مشان هيك يعني لما منقول للناس أنه بهاي التركيبة في إدارة مشتركة إيرانية أمريكية، الناس بتنقص، في إدارة مشتركة بسبب هالتقاطعات اللي عم نحكي عنها، في إدارة مشتركة يعني بهاي الإدارة المشتركة إيران موجودة، السعودية موجودة، الأمريكان موجودين، نفس الشيء، نفس المشهد اللي حاصل في بغداد حاليا، بتشبه ما يحدث في بيروت اليوم لما يحدث إلى حد كبير. طيب
طيب موقف البطريركية المارونية يلي تاريخيا مثل ما كنا عم نقول بمقابلات سابقة اليوم انه يربطها ما يربطها بالرئاسة الاولى وقصر بعبدة والى ما هنالك، انما موقفها كان لافت ايضا ودعت للاستماع الى هؤلاء المتظاهرين والى الاخذ بعين الاعتبار بكل ما يطالبون به. كيف تقرأ موقف البطريركية المارونية؟ بتصور انا البطريركية طبعا هي شايف منيح هذا اللي عم بيحصل ومنتبهة لحركة الناس ولهذا، بس البطريركية ما فيها تكون مع تغيير النظام هذا النظام الطائفي، هي ما فيها تكون. نحن بنعرف كيف تأسس هذا النظام وعلى شو قام وشو دور المورني بتأسيسه مع الفرنسيين وكيف تطور بعدين وتغير حسب تغيير موازين القوى سواء بداخل البلد أو بالمحيط العربي. نعم. فبتصور البطريركية هي مع الحد الأدنى من المطالب. نعم. يلي هي تلبية حقوق الناس وتغيير الفريق الحكومي. نعم. والوقوف عند هذا الحد لحتى ما يصير في تغيير بالنظام. يعني ما فيها أصلاً هي تروح نحو تغيير النظام. نعم. بالنسبة يعني هي جزء من هذا النظام الطائفي. البطريركية المارونية جزء طبعاً من النظام الطائفي أكيد. طيب موقف النائب وليد جنبلاط اليوم كيف تقرأه؟ يعني بظل الخلاف الحاصل والعلني ما بين وزراء التيار الوطني الحر ووزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، انما الوزير جنبلاط لم يستقل من الحكومه، برايك ليش؟ يعني الوزير جنبلاط اجر بالفلاحه واجر بالبور مثل ما بيقولوا، يعني من ناحيه هو شايف اهميه هيدا الحركه وشايف انه هيدا الحركه عابره للطوائف وبالتالي عابره للكانتونات، وبنفس الوقت هو عنده بقلب السلطة امتيازات وبدو يحافظ على هاي الامتيازات. بدو يحافظ عليها، فمن هون موقفه المرتبك، هو كتير مرتبك، يعني ما عنده. يتعرض لضغوط برأيك النائب جنبلاط اليوم؟ ما بعرف إذا عم بيتعرض لضغوط، يعني ما بتصور، بس أنه اللغة تبعه اللي عم يستخدمها أو اللا لغة تبعه تنم عن ارتباك شديد وعن ضعف، يعني عن ضعف أكيد أمام هذا الحدث يلي عم بيصير بالبلد اللي هو مربك لكل أهل السلطة. نعم. الأحلام الرئيسية اليوم لبعض الأقطاب الموارنه وتحديدا رئيس القوات سمير جعجع ورئيس المردة سليمان فرنجية، قديش هذا الطموح إلى الرئاسة الأولى اليوم بخليني أعده يمكن للمية قبل ما يطلقوا أي موقف حيال ما يحدث اليوم على الشارع، وما شفنا عندهم يعني رسائل مباشرة يوجهوها إلى الشعب اللبناني، إنما اقتصرت الأمور على هيك بعض الأحاديث يمكن الإذاعية أو التغريدات على وسائل التواصل. برأيك قديش اليوم الطموح الرئاسي يلعب دور في هذه المواقف؟ ما بتصور هذه الحسابات مؤثرة بالطاقة، طاقة هذه الحركة الشعبية أو باتجاهها. نعم. الرئيسي. نعم. يعني ما بتصور أنها عامل أساسي فيها، بل بالعكس الناس هذا غير مطروح، يعني على مستوى الشارع هذا غير مطروح. نعم. وبالتالي منه على جدول الأعمال. ليس على جدول الأعمال. لا. طيب سؤال أخير اليوم أستاذ ميشيل، الطقس عاصف وماطر والبدكي، هل تتوقع أن نرجع نشوف نفس مشاهد الأيام الماضية أو خفت همة الناس اليوم برأيك؟ الناس بتصور إذا منقيس على الدينامية طبعا الحركة الشعبية وطاقتها وطرق تعبيرها. نعم. الزخم مستمر والناس عم بتقول انه نحن مستمرين وما نطلع من الشارع قبل ما يصير في تحقيق مطالبنا. نعم. وانا بتصور
بناء عليه إذا ما في استجابة من السلطة قد تستمر هذه الحركة أشهر، مثل ما شفنا بالسودان، مثل ما عم نشوف حاليا بالجزائر. نعم. يعني المحلل والكاتب السياسي الصحافي الأستاذ ميشيل نوفل، أنا بدي أشكر حضورك معنا اليوم إلى تلفزيون لبنان. شكرا لك على هذا اللقاء الشيق. شكرا. أصدقائي المشاهدين، لحظات ونتابع هذه الفترة من البث المباشر. إلى اللقاء.